السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ هتلاقيني بتكلم بسرعه شويه في الفيديو ده علشان الفيديو ده اول فيديو في سلسله ال 2 minute friday، ودي ان شاء الله فيديوز هحاول انزلها كل يوم جمعه، وهتبقى عباره عن دقيقتين بس علشان تجيب لك من الاخر وما تضيعش وقتك خالص. وبرضه هحاول انزل كل سبت وثلاث الفيديوز العاديه بتاعتي، فضروري جدا تقول لي رايك في الفكره دي في الكومنتس علشان اقرر بعد كده هكملها ولا لا، وكمان تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، ويلا بينا نبدا علشان ما نضيعش وقت. في الفيديو ده احنا هننزل فايل الستريتر جاهز من فريتك ونعدل عليه علشان نخليه يناسب الالوان اللي احنا مختارينها، وده بناء على طلب احمد جيمس في الفيديو اللي فات في الكومنتس. انا دخلت على فري بيك، كتبت كوكينج في السيرش هنا واخترت المنظر ده وعملت له داونلود، فتحته هنا وكنت محضر الالوان بتاعتي اللي هي الاخضر ودرجاتها. هنعدل على الحته دي بس عشان نشوف هنعدل عليها ازاي. مبدئيا انا هختار الحته دي بس ازاي او القميص ده بس ازاي، هدوس كنترول، هولد كنترول وادوس كده، فانا اخترته هو بس، تمام؟ اقوم ايه معدل عليه بالمنظر ده كده او مخليه مثلا فاتح شويه. هنا الحته دي غامقه، فايه هدوس كنترول واختار الحته الغامقه او الدرجه الغامقه بتاعت الاخضر اللي انا مختاره. هخلي كل حاجه هنا اخضر، كل حاجه هنا خضراء، اي حاجه مهما كانت بسيطه. هنا مثلا اللون ده فاتح شويه، فهختار اخضر فاتح بالمنظر ده. البيض حتى هخليه برضو اخضر عادي، ممكن طبعا يحتفظ بلونه عادي، بس انا برضو في الفيديو ده هخليه اخضر بالمنظر ده كده بس. خلي برضو الحتة دي اي لون يعني مختلف عن الالوان بتاعتي بتاعت الايدنتيتي بتاعتي او اللي انا مختارها هعدله مثلا كده، ده هعدله بالمنظر ده على حسب برضو درجات الالوان. يعني الدرجة دي مثلا فاتحة، فهاخد ليها اخضر فاتح بالمنظر ده مثلا او كده، وهكذا بقى انت ورؤيتك. دي كانت افتح من كده، ممكن اعدلها تاني كده. الرف ده ممكن اعدله برضو اخليه اخضر فاتح خالص. حتى شعرها برضو هعدله عادي، يعني محدش هيقول لي حاجه. نفس اللون كده. بس كده انا كده عدلت الالوان علشان تناسب الايدنتيتي كولرز او الالوان اللي انا مختارها من الاول اللي هي الاخضر ودرجاته، فده كده بعد وده كده قبل. يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل له لايك وتقول لي رايك في الكومنتس علشان اكمل بعد كده او لا، وتشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش. وشكرا ان انت اتفرجت لحد دلوقتي، والسلام عليكم.